السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا لا انقضاء له، نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه. أما بعد، قال الله العظيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قبل أن أبدأ بالخطبة، أود أن أتقدم بالشكر لله عز وجل على أن وفقني لزيارة مراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام في كربلاء، أو بالأحرى في النجف الأشرف، أمير المؤمنين سلام الله عليه في كربلاء، الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، وكذلك في مشهد المقدسة حيث مرقد الإمام الرضا سلام الله عليه، حيث كنت من الداعين لكم جميعا أيها الأعزاء أيها الأحباء في هذه الأماكن المباركة، وأشكره وأحمده على أن جمعني بكم مرة أخرى أيها الأعزاء أيها الكرام لأكون في خدمتكم مرة أخرى بإذن الله. في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، وهو ثاني الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي كان يعظمها العرب قبل الإسلام، شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، هذا ثاني الشهور المعظمة. شهر ذي الحجة يضم مجموعة من المناسبات المهمة المقدسة. أول هذه المناسبات هي العشر المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه هي العشرة التي أتمها الله سبحانه وتعالى على 30، فهي عشرة مباركة. بالإضافة إلى ذلك، هي تحتوي مجموعة من المناسبات. أولى هذه المناسبات شهادة الإمام محمد الباقر عليه السلام في السابع من شهر ذي الحجة، يعني بعد يومين. ثم في الثامن منه يوم التروية، وهو يوم عظيم يسبق يوم عرفة، وتصادف فيه ذكرى استشهاد مسلم بن عقيل عليه السلام. في التاسع من هذا الشهر هو يوم عرفة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج عرفة. أهم ركن من أركان الحج هو عرفة.
ثم يأتي عيد الأضحى المبارك في العاشر من هذا الشهر، ثم بعد ذلك عيد الغدير الأعظم، عيد الله الأكبر. أريد أن أتحدث بهذه العجالة عن أولى هذه المناسبات، وهي ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. ولد في الأول من ذي الحجة سنة 57 للهجرة، واستشهد في السابع الأول من رجب عفوا الأول من رجب واستشهد في السابع من ذي الحجة سنة 114 للهجرة. ولد في المدينة واستشهد في المدينة، وكان له من العمر 4 سنوات حينما استشهد جده الإمام الحسين، وكان حاضرا في معركة كربلاء. كان موجود الإمام الباقر، كان موجود في كربلاء مع أبيه الإمام زين العابدين، لكنه كان طفل صغير لم يشارك في القتال. وتولى الإمام من بعد استشهاد أبيه الإمام زين العابدين. الإمام الباقر عاصر أباه الإمام زين العابدين 39 سنة، وعاصر الإمام الحسين جده 4 سنوات. وأصبح الإمام بعد الإمام زين العابدين. وهناك من المسلمين من يعتقد بأن الإمامة بعد الإمام زين العابدين لم تنتقل إلى الإمام الباقر، وإنما انتقلت إلى أخيه زيد الشهيد سلام الله عليه، وهم الإخوة المعروفين بالزيدية. يرون أن الإمام من بعد الإمام زين العابدين هو زيد الشهيد الذي قتله هشام بن عبد الملك وصلبه في كناسة الكوفة 4 سنوات، 4 سنوات كان مصلوبا. ثم جاء الحجاج وأنزل جثته وأحرقها وذر رمادها في الفرات. طبعا الإخوة الزيدية يحتجون على إمامة زيد أن الإمام يجب أن يكون قائما بالسيف، يعني لازم يحمل سيف ويثور حتى يكون إماما شرعيا. نحن نتذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. يعني شنو قاما أو قعدا؟ يعني سواء قاما بالسيف أو لم يقوما، هما إمامان بحسب الظروف. ولذلك الإمام الحسن لم يقم بالسيف، صالح، لأن الظروف اقتضت المصالحة والهدنة. أما الإمام الحسين فثار، وكلاهما إمام، الحسن إمام والحسين إمام. كذلك الإمام علي بن أبي طالب ثار بالسيف، لكن الإمام علي زين العابدين لم يثر بالسيف، لم يخرج بالسيف، ولكنه إمام أيضا. إذن الإمام ليس مطلوبا منه أن يخرج بالسيف، المطلوب من الإمام أن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى من وظيفة شرعية، سواء اقتضت النهوض بالسيف أم العمل بالسر من خلال بناء أجيال كما فعل الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام تفرغ لبناء الأجيال وبناء الإنسان كما هو إنسان. الإمام محمد الباقر عليه السلام هو الإمام المنصوص عليه بالإمامة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما يعتقده الشيعة. هناك من يعبر تعبير خاطئ، يقول أن الشيعة يؤمنون بأن الإمامة بالوراثة. لا، الإمامة ليست بالوراثة، الإمامة ليست بالوراثة، بدليل لو كانت الإمامة بالوراثة لكان المفروض أن يكون الإمام بعد الإمام الحسن ابنه، واحد من أبناء الإمام الحسن، لأن الوريث يرث أباه. لكن الإمامة انتقلت بعد الحسن إلى من؟ إلى أخيه الحسين عليه السلام.
ثم من بعد الحسين إلى ولده، ليست بالوراثة ولكنها بالنص، النص من رسول الله ينص على أن الإمام هو فلان، والنبي لا ينص على شيء من عنده، وإنما كما يقول القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كلما ذكرت الإمامة في القرآن ارتبطت بالجعل، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يا إبراهيم إنا جاعلوك في الأرض خليفة. كلما ذكرت الإمامة ارتبطت بالجعل الإلهي، أي أن الله هو الذي يجعل الخليفة، هو الذي يعين الخليفة، الإمام. الإمام محمد الباقر وردت الأدلة من قبل السنة والشيعة على أن النبي صلى الله عليه وآله تنبأ بظهوره وبميلاده. أحد الصحابة الكرام اسمه جابر بن عبد الله الأنصاري، قال له رسول الله: يا جابر، إنك ستعيش من بعدي حتى تدرك ولدي محمد ابن علي ابن الحسين المسمى في التوراة بالباقر. هذا نص حديث رسول الله أن الإمام زين العابد أن الإمام الباقر سمي في التوراة بالباقر لأنه يبقر العلم بقرا أن ينشره نشرا. ثم قال له: فإن أدركته فأبلغه مني السلام. فكان جابر تقدم به العمر، وكان يجلس في زاوية من زوايا مسجد الرسول، ده تحكي بعد تقريبا 60 سنة من أو 50 سنة من وفاة الرسول. فكان يقول: يا باقر يا باقر. فكان البعض يقولون هذا صار يخرف، ده يخرف الأيام ده يقول يا باقر. قال: لا والله ما عم خرف، وإنما هي نبوءة تحدث أخبرني بها رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنك ستعيش حتى تدرك ولدي محمد الباقر. وأدركه ذات يوم، كان يمشي في أزقة المدينة فرأى طفلا عليه شمائل النبوة. سأله: من أنت؟ قال: أنا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فأخذه وضمه وقبله، قال: إن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبلغك السلام. فأجابه الإمام الباقر وله من العمر ربما 19 سنوات، قال: على جدي السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر. فعاش حتى أدرك الإمام الباقر عليه السلام. والإمام الباقر ملقب بالباقر كما ذكرنا لأنه بقر العلم بقرا، أي نشره نشرا، فهو أول الأئمة من أهل البيت الذي نصب له كرسي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للتدريس، لتدريس الفقه وعلوم الدين وأصول الدين. فكان أن تتلمذ على يديه كبار العلماء، ومنهم أبو حنيفة. المعروف أن أبا حنيفة هو تلميذ الإمام الصادق، هذا صحيح، لكن قبل أن يتتلمذ على يد الإمام الصادق تتلمذ على يد الإمام الباقر عليه السلام. من العلماء الزهري محمد بن مسلم الزهري، أحد كبار العلماء. من العلماء الذين تتلمذوا على يد الإمام الصادق ابن جريج، إمام الحرمين كما يسمى. من العلماء الذين تتلمذوا على يد الإمام الصادق الأوزاعي إمام الشام، هذا هو من لبنان في الواقع. تتلمذ على يد الإمام الباقر عليه السلام، وكثيرون من العلماء تتلمذوا على يد الإمام الباقر عليه السلام. محمد بن مسلم يقول: سألته عن 30,000 مسألة فأجاب عنها كلها.
العام والخاص القاصي والداني يشهد للإمام محمد الباقر عليه السلام بالفضل. سؤال واحد، على يد من تتلمذ الإمام الباقر؟ نحن نعرف تلاميذ الإمام الباقر، التاريخ يذكرهم واحدا واحدا، لكن التاريخ لم يذكر أستاذا واحدا للإمام الباقر، لم يذكر أن الإمام الباقر تتلمذ على يد الشيخ الفلاني أو الرجل الفلاني. من هم أساتذة الإمام الباقر؟ الإمام الباقر ومن قبله الأئمة عليهم السلام المعصومين، ومن بعده من يأتي من الأئمة المعصومين، لم يذكر التاريخ إطلاقا لهم أساتذة. وأنا أتحدى أي واحد يجي يقول الإمام الصادق درس عند فلان، أو الإمام الكاظم درس عند فلان، أبدا، هؤلاء لم يدرسوا عند أحد. لماذا؟ لأن علمهم من الله عز وجل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، فرسول الله مدينة العلم وهؤلاء بابها، هؤلاء ورثوا العلم عن رسول الله. ولذلك كان الإمام الصادق يقول حديثي حديث أبي، يعني كل ما أحدثكم به أنا ما جئت به من عندي ولا من أستاذ، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فكل ما أرويه لكم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. أكتفي بهذا القدر من الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام الذي استشهد في السابع من شهر ذي الحجة، وفي اليوم التالي يوم التروية يصادف استشهاد مسلم بن عقيل، هذا البطل العظيم الذي وصفه الإمام الحسين بأربع كلمات كبيرة، كلها كلمات كبيرة، كلمات من الوزن الثقيل، تكشف عن حقيقة مسلم بن عقيل ومكانة مسلم بن عقيل عند أهل البيت. لما أرسله إلى الكوفة أرفق معه رسالة إلى أهل الكوفة، قال وإني أرسل إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي وابن عمي مسلم بن عقيل، أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي وابن عمي مسلم بن عقيل. هو أخو الإمام الحسين، أخوه لا بالنسب ولكن في الرسالة، وهو ثقة الإمام الحسين، وهو المفضل عند الإمام الحسين عليه السلام، وهو ابن عم الإمام الحسين مسلم بن عقيل بن أبي طالب. هذا البطل، أول شهيد من شهداء معركة الطف هو مسلم بن عقيل، سبق الإمام الحسين في الشهادة وتلقى الشهادة بصدر رحب. ولذلك حينما اعتقل وأرادوا قتله ندت دمعتان من عينه، التفت إليه ابن زياد قال له يا مسلم إن الذي يطلب ما طلبت لا يبكي إذا نزل به الموت، أنت جاي تحارب دولة إمبراطورية، واللي حارب يختار أن يحارب دولة وإمبراطورية لازم يعرف حاله من ذي حارب، ما يكون خايف إذا فشل أو قتل، أنت ليش تبكي؟ قال والله ما لنفسي بكيت، من قال لك أنا ذا أبكي على حالي؟ من قال لك أنا أبكي خوفا من الموت؟ لا، إنما أبكي على الحسين لأن أهل هذا المصر دعوه ثم خذلوه، أرسلوا إليه باثني عشر ألف رسالة يقولون له أقبل يا ابن رسول الله فقد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقبل على جند لك مجنده، ولكن حينما جد الجد انكشف هؤلاء القوم عن ضعفهم، كشفوا عن ضعفهم وخورهم وأثبتوا أن لا عزيمة لهم. فسلام على الإمام الباقر عليه السلام، وسلام على مسلم بن عقيل، وسلام على الشهداء في أرض كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.